متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذه البث المباشره. مرحبا بكم في هذا الصباح، صباح الخير عليكم، صباحكم مبروك، يومكم سعيد ان شاء الله. الله يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. نتمنى من الله العلي العظيم لانه يرفع علينا في اقرب وقت ان شاء الله. فهذا الصباح متابعينا الكرام غادي نبغوا نهضروا معكم على بعدا من خلال هذا البث اللي نديرو فيه جوله في واحد من اكبر شوارع مدينه الدار البيضاء، طريق مديونه، شارع محمد السادس. غادي نشوفوا الاجواء فيه كي دايره وحركه السير. كذلك غادي نبغيو نتكلموا معكم على تطورات الحاله الوبائيه في الشيء اللي كنعرفوا جميع متابعينا الكرام هو العدد ديال الحالات اللي كيتزادوا يوميا وبارقام كثيره. نقراو بعض من التعاليق ديالكم. اخ خالد نشاط كيقول نهاركم مبروك، نهاركم مبروك خويا خالد، صباح الخير عليك. مرحبا بالناس ديال الفقيه بن صالح، مرحبا بكم، تبارك الله عليك خويا خالد، فايقناش، تبارك الله، تصبح هذا. أختي إيمان كتقول الله يعاونكم ويسهل عليكم، صباحكم خير إن شاء الله. شكرا لك أختي إيمان، صباحكم مبروك. الأجواء ديال الصباح كتكون دائما جميلة، واخا فيها شوية البرد وفيها شوية ديال كان في الصباح، ولكن ضروري أي واحد فينا خاص يعيش أجواء ديال الصباح. فكيف ما ذكر متابعينا الكرام غادي نبغوا على أننا نهضروا معكم على التطورات ديال الحالة الوبائية اللي كنشوفوا، ولاو عدد ديال الحالات كبير وكثير بزاف. أخت شيماء أرجان كتقول السلام، السلام عليكم أختي شيماء. أميرة صباح الخير من سبشة، صباح الخير عليك أختي أميرة. إينام كتقول صباح الخير، صباح الخير عليك أختي. صباح الخير من الجزائر، صباح الخير خويا. وتحية للمشبعين ديالنا في جميع البلدان العربية وجميع أنحاء العالم. كيف ما سبق ذكرنا متابعينا الكرام في التطور ديال عدد الحالات الوبائيه اللي ولا كيخلع كل شيء، ولينا كنسمعوا 1000 حاله في النهار، 2000 حاله، يعني بل اكثر من ذلك. ما تمرش 1000 ولات كتجينا عاديه كاع، دابا ولفناها مش مشكل. ما عرفناش شنو السبب في هذا الشيء، شكون المسؤول. بزاف ديال الناس ما ملتزمينش، بزاف مساكن ملتزمين وخايفين على راسهم. الدراري الصغار حتى هما ولاو عارفين الخطوره ديال كورونا، والكبار كذلك حتى هما عارفين الخطوره ديال كورونا. ورغم ذلك مازال كنسمعوا تسجيل ديال عدد كبير من الحالات. فدائما بغاو نعاودو نذكرو على ان واخا تبقى داير الاحتياطات ديالك وتبقى داير بالك وتبقى داير بزاف ديال الحوايج، يعني الله يحفظ تقدر في لحظه واحده ديال السهو ولا النسيان ولا هادي تضرب لك الخدمه كامله ديالك في زيرو.
يعني الا جاب الله حشاطينا فخاصنا نخرجوا من الدار او نبقاو خاص نبقاو دايرين بالنا او نعرفوا شنو كنديروا ونعرفوا الوقيته اللي نحكوا عينينا الوقيته اللي نكون يبنا ولا شي حاجه. يعني هادو كاملين المسائل اللي خاصك تكون رد لهم البال. فبزاف ديال الناس مثلا كيتصيدوا غير في شي سلام ولا شي صرف ولا شي حاجه كيهزوا معاهم الوباء وهم ما عارفينش راسهم. اختي مروه كتقول صباح الخير. اش من المدينه هادي اختي مروه؟ حنايا بالضبط في مدينه الدار البيضاء بالضبط في شارع محمد السادس او طريق مديونه، واحد من اكبر الشوارع في المدينه واحد من اهم منها. فكنشوفوا حركه السير ما كتوقفش بهذا الشارع هذا، حركه السير كبيره دائما ماشي غير اليوم ولا في الصباح، يعني دائما حركة السير في هذا الشارع كتكون كبيرة. متابعينا الكرام كنتو معنا في هذا البث المباشر من الدار البيضاء بالضبط في طريق مديونة، نتلاقاو ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.